ضيف التكست الحين نقدر ناخذ نفسه هذا كله كوبي بيست غير الكلام كبر الخط غير اخذ هذا كوبي روح الجرافيكس اختار شيب اللي لونه ابيض كوبي بيست بس غير اللون الثاني حط تكست بالأول قبل لا نحط تكست خل نحط الايكون رقم واحد مثلا طلب بلوك واحد صغران رقم اثنين زين بندمجهم مع بعض هذين بس نضغط شيفت نعددهم كلهم كنترول سي كوبي كنترول في يعطي بس انا ما ابي الحين خل نحطهم احنا هني الحين والحين نحط التكست غير الخط كبرة
خل نسوي كوبي عشان تصير نفس الحجم. روح البلوك الأخير، روح الجرافيكس، كله مثلا جيم، ناخذ هذه، نغير لونها عشان تبين. البي سي اخذ اللابتوب بعد الحين نحط التكست نكتب الحين بعد ما خلصنا الكتاب نضيف آخر شيء كان هو chart نروح على tools charts نعدل على A هذا نسميه 12 A 12 شيل على A اسم الشارت خليه sleeping hours عدل على الشارت يعني settings set color to عشان اغير الالوان كلها ازرق title color اللي هو هذا كلها white انا عندي الخلفية سوداء ايضا text color كلها white نصير جمت بس طالع untitled خلنا نعدل عليها وحل x axis هو هذا كله مثلا years y axis هي نحط مثلا hours كله update ونحط تكست نكتب بعد ما كتبت بس بيغير لون التايتل على settings
شوف انكريشن تقريبا كذي خلصنا الانفوجرافيك، يعني ما اخذ منه 10 دقايق ربع ساعة. البرنامج وايد سهل، هاي معلومات سريعة انا حطيتها كذي، بس شفنا صورة واحدة وتقريبا خذينا المعلومات منها. الحين بعد ما خلصنا هو بروح يسيب، فانا اقدر اشوف بريفيو طق عليه يعطينا الانفوجرافيك شلون صاير. طق اكزت بريفيو نطلع عندنا داونلود سواء صورة، اختار يا بي ان جي او جي بيج على حسب شنو تبي، وتقدر تطيها داونلود او بي دي اف، بس لازم تكون مشترك معاهم، او اذا تبي تسوي لها شير طبعا لازم تسميه او شيء. نقول sleep fact هني عندك تخليه public، يعطيك لينك الكل يقدر يدش عليه ويشوف. خلاص يرى انفوجرافيك permission change to public، الحين هذا هو اللينك، لو تعطي حق اي احد راح يبطل لك الانفوجراف ويبين لك اذا في احد شايف ولا لا من الفيوز. طبعا نفس الشيء اذا اخترنا التمبلتس اللي جاهزين، يعني لو مثلا اخترنا هذا نفس الخطوات بس ان نعدل عليه، يعني هو حاط لك تمبلت جاهز انت بس تقدر يعني تسوي الادت، يعني هني تغير الكلام تغير الشارت ونفس الخطوات اللي سويناها. نروح هوم، هني الانفوجرافيك اللي سويتهم تلقاهم كلهم هني، نطق على ادت راح يودينا حق اللي توه سويناه. ود هوم مرة ثانية، عندنا السيتنجز هني كان يقول انه public، اذا بنغير طبعا الشير وهذا او تخليه برايفت لازم الاكونت دوبليكت تسوي منه نسخة ثانية ديليت طبعا تمسحه اوبن اون ويب تبطله على البراوزر. طبعا تقدر تسوي له شير اللي هو على السوشيال ميديا، لما نطق شير عندك فيسبوك تويتر جيميل بنترست على البيكتو كارد نفسه، او انه تحط له كود. والاكسبورت تو اللي هو لازم تكون مشترك معاهم عشان تقدر تستعمله، الايفر نوت او سلايد شير اللي هو اللينكدين. اساس تطلع من البرنامج طبعا تضغط هني تقول له ساين اوت، تقول له اوكي. هذا هو البيكتو شارت، اتمنى ان استفدتم من هالفيديو.